منذ أكثر من عامين تمارس على مصر في لبنان ضغوطا تفتح ملفات سياسية بامتياز، بدءا من سعادة الحاكم ونوابه وصولا إلى بعض الزملاء وبغير وجه حق، فيتم استدعائهم للتحقيق معهم بطرق غير لائقة، خاصة أنه لا توجد أي ملفات قضائية تدينهم، مع عدم السماح لمحامي المصرف بحضور التحقيقات في حين يسمح لمحامين محسوبين على جهات سياسية معينة، وهذا انتهاك صارخ للقانون. وبعد قيام مجلس النقابة بزيارة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عن التمييز ورئيس التفتيش القضائي ولم نصل إلى النتيجة المرجوة، اضطررنا لعقد جمعية عامة لموظفين مصر في لبنان، على أثرها فوضت الجمعية مجلس النقابة بأخذ الإجراءات اللازمة وأوصت بإضراب ليوم واحد فقط، يوم الثلاثاء الواقع في 28/6/2022، وذلك حرصا منها على تلبية استحقاق رواتب جيشنا الباسل والقطاع العام، آملين من المعنيين والعقلاء معالجة الموضوع ورفع المظلومية التي يتعرض لها مصرف لبنان والموظفين، وتجنبا للتصعيد في المرحلة المقبلة. وشكرا.